اسرع سريع اسرع طبخه ممكن تتم جدر الضغط الالكتروني بكل بساطه. المكونات هذه كلها تحطها مع بعض والوعد ثلث ساعه امورك جاهزه. بصل طماط هذا ثوم مع زنجبيل دجاجه كامله بس مقطعه اثنين يعني تشيلتين عيش قدامهم تشيلتين ماي بس الوضع سهل جدا. حط الزيت طال عمرك البصل وترى على فكره تقدر تقطهم كلهم على بعض وتسكر وانتهى الموضوع. بس اذا تبي مزاج لا طق تسخين خل البصل شوي يتحمش في البدايه كذي تحميشه خفيفه. انت شو تسوي قص عليه قول له دجاج راح يشتغل تسخين. طبعا في ناس يحطونه كامل ويسكلونه انا احب كذي تعطيه وش اول بعدين تسكره. طال عمرك حط هالطماط اللي من فروتابل شيء خفيف بس هذا جيب كل شيء خلاص. انا حط الدجاجة قفشة بهارات ايوة عطنا الملح رشة خفيفة ثوم قلبه الحين عشان على قولتهم يتجانس بعدين طال عمرك هذا العيش وفوق الماي خلاص يصير بالطريقة هذه. بس دقيقة الحين بس لازم عاد قلبه كله على بعض عقب ما ضبطت العملية وقلبته كله على بعض قلت لك بس ثومة كذي كاملة على عدالها نسلمك الله. بس تسكره الشكل هذا بس سكره خلاص. طبعا فيه هو سيفتي بس عطى بس كذي دجاج يبدأ الحين أول شيء يتسخن. بعد ما يتسخن تمام ويبدأ يشتغل تمام راح يطق لك 13 دقيقة بعدين تاكل مضغوط يحب قلبك. بس خلصت الأمور كذي معناته خالص وجاهز. الحين ضبط شغلك وترى على فكرة لما يخلص هذا أحلى شيء بجدر الضغط الإلكتروني لما يخلص يبدأ شنو؟ يبدأ يسخن نفسه بنفسه خلاص يبقى يعني لو تبي تأخر عليه ولا شيء خله. لذلك في طريقة تسوي الضبط يعني مثلا تبي تبدأ الطبخة مثلا الصبح مثلا تبي تطبخ الغداء فالصبح تحط المكونات كلها وتسكره وتقول له لا تبدأ طبخ إلا بعد 5 ساعات مثلا الساعة 12 الظهر ابدأ طبخ. فهو من نفسه الساعة 12 الظهر يبدأ طبخ. ممتاز زين حق مثلا الموظفات ممتاز زين حيل زين حق الطلبة. أنا صراحة أشوف رقم واحد حق الطلبة اللي برا الحين كذي خله ينسم لغاية ما يصير أموره طيبة نفتحه. عاد عقب ما خلص التنسيم تقدر تفتحه بكل أمان بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام شوف الدجاج أموره طيبة ريحة قوية بسم الله على بركة الله. هذا الشغل عدل طبعا المضغوط لا تشوف المضغوط تاكل ذوق. اللهم لك الحمد صراحة جدر الضغط فعلا روعة حق المضغوط ولا أروع. أتوقع يصلح حق منه يصلح حق العلاج بالخارج الطلبة روعة. أنا ما يبي له طباخ بس فقط بس تحط طال عمرك الأغلى.